العاشرة من قناة المملكة، أهلا بكم. إذن يضاف صباح 21 من أيلول إلى تواريخ الانقلابات ومحاولات الانقلاب التي عاشها السودان في تاريخه السياسي المعاصر. مسؤولو المرحلة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري نبهوا إلى أن هذه المحاولة الفاشلة خطط لها ونفذها عناصر ترتبط بنظام البشير السابق في محاولة منهم لتقويض المسار الديمقراطي الذي يسعى السودان إلى تخطيه، مؤكدين بأن لا ردة عن هذا المسار. والمتتبع لمشهد الحراك السوداني في أيامه الأخيرة يلاحظ أن هذا الانقلاب سبقته حركات احتجاجية عنيفة في شرق البلاد، علاوة على ما تناولته تقارير إعلامية من حالة فوضى أمنية تعيشها مناطق عدة في البلاد. في هذا الملف نعرض لأبعاد هذا الانقلاب الفاشل وأثر توقيته السياسي على مسار الانتقال الديمقراطي. ولكن بداية يضعنا الآن سلطان القيسي بصورة المحاولات الانقلابية في السودان وتاريخها. إذن تعلن السلطات السودانية فشل محاولة انقلابية كانت بحسب الحكومة السودانية تهدف إلى تقويض مسار المرحلة الانتقالية، وكذلك تعريض ما حققته الثورة من انتكاسات، لكنها تؤكد أن لا ردة عن ما تحقق حتى الآن. ويؤكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في كلمة كانت له اليوم بأن في أمور ويجب أن تكون هناك مراجعات وضرورة تصويب بعض الأوضاع، فإذا الحكومة ربما مقبلة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات على ضوء هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرى احتواؤها واعتقال عدد من العسكريين والمدنيين. إذن طارق، هذه المحاولة الانقلابية الثانية خلال عامين في السودان عدا عن محاولة اغتيال حمدوك، هذه الظروف تعيد إلى الذاكرة أن الظروف أو الحالات الانقلابية التي مر بها السودان منذ استقلاله هو واحد من أكثر الدول التي شهدت انقلابات، تحديدا انقلابات عسكرية، منها ما جاء على انقلابا على عسكر، ومنها ما جاء على من انتخبوا ديمقراطيا. سوف نستعرض كل هذا الآن معا. ليس من ترف القول أن يوصف السودان بأرض الانقلابات، ذلك أن كرسي السلطة العليا فيه لم يستوي لأحد إلا بانقلاب، سوى اثنين أصبحا في مرمى رصاص العسكر بعيد وصولهم إلى الكرسي بفعل الصناديق. هذا البلد الذي حاول مرارا تخليص أجواء القصر من رائحة البارود والفوتيك شهد قرابة 15 محاولة انقلاب منذ استقلاله، فكيف جرى هذا المسلسل ذو النهايات الصعبة؟ بعد أن حظي السودان بالاستقلال وشكل أول حكومة وطنية ديمقراطية برئاسة إسماعيل الأزهري، قاد ضباط في الجيش بقيادة إسماعيل كبيدة محاولة انقلابية فشلت في مراحلها الأخيرة عام 57، عام واحد فصل بينها وبين محاولة ناجحة قادها الفريق إبراهيم عبود وشكل حكومة عسكرية حكمت السودان حتى عام 1969، حين ألف العميد جعفر النميري حلفا مع الشيوعيين وأفلح في الانقلاب على عبود. فترة النميري اعتبرت أكبر انعطافة في تاريخ السودان، وقد امتدت 16 عاما فولاذيا أوجعت عظام السودانيين وشهدت عدة محاولات انقلابية فاشلة. عام 1971 أفشل النميري محاولة انقلاب عسكرية تبعتها محاولة فاشلة عام 1975، ثم محاولة ثالثة عام 1976 أنفذ خلالها النميري كل أشكال العنف ونجح في البقاء رئيسا، إلا أنه تهاوى أمام ثورة شعبية عارمة عام 1985 عرفت بانتفاضة إبريل. هذه الثورة أسندت عسكريا بدعم وزير الدفاع آنئذ المشير عبد الرحمن سوار الذهب الذي سيطر على الحكم مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات أعادت البلاد إلى المسار الديمقراطي بانتخاب الرئيس أحمد المرغني عام 1986، وشهدت فترته استقرارا ومصالحة مع الجنوب.
لم يكمل المرغني فترته الرئاسية إذ باغتته عصا الانقلاب العسكري مجددا. هذه المرة قاده عمر البشير عام 1989، وقد اكتنفه الإسلاميون بقيادة حسن الترابي ودعموه. بقي السودان تحت يد البشير طوال 30 عاما ليصبح الرئيس الأطول حكما في تاريخ البلاد الحديث، قبل أن تندلع الاحتجاجات عام 2018 وتدفع القوات المسلحة لعزل البشير واعتقاله بعد أشهر من الاحتجاجات. تشكل بعدها مجلس عسكري انتقالي بقيادة نائبه الفريق عوض بن عوف الذي استقال تحت ضغط المحتجين، فتسلم منصبه الفريق عبد الفتاح البرهان. وبعد تشكيل حكومة توافقية تتقاسم السلطة مع المجلس العسكري، شهد السودان محاولة انقلاب جديدة عام 2020 نسبت إلى رئيس الأركان السابق هاشم عبد المطلب، إلا أن المحاولة أحبطت كذلك. كذلك فقد تعرض رئيس الحكومة عبد الله حمدوك لمحاولة اغتيال نجا منها في العام ذاته، واليوم فشلت محاولة انقلاب جديدة قال حمدوك إنها مدبرة من داخل القوات المسلحة وخارجها، لكن الجيش أفلح في إطفائها قبل أن تحرق المنظومة السياسية السودانية التي بدأت تعاني من ترهلات سببها عدم الإيفاء بالوعود المقطوعة للمحتجين، وهو ما يعد من الناحية المقابلة بغياب الاستقرار والتنبؤ باحتجاجات جديدة أو انقلابات في حال عدم الانخراط بخطة وطنية تلبي طموح الجماهير. إذن طارق، خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس عبد الله حمدوك منذ أشهر لم ترى النور حتى الآن، هذه الخريطة أو طرح هذه الخريطة على المجلسين العسكري والحكومة تشكل إشارة مهمة لتنبؤ حمدوك كرئيس الحكومة بهذه الاضطرابات إن كانت على شكل انقلابات أو احتجاجات تندلع مجدداً. إذن تاريخ حافل بالانقلابات ومحاولات الانقلابات، وكما ذكرت اليوم تم إجهاض هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة وسط توقعات باتخاذ مجموعة من القرارات التي ستعمل ربما على تصويب مسار المرحلة الانتقالية والنظر إلى ثغرات وذلك النواقص التي تعتري هذا الطريق. ماذا سيكون ما بعد هذه المرحلة الانتقالية، وكيف سيكون أو تتكشف معلومات وتفاصيل إضافية عن الضالعين والمتورطين من عسكريين ومدنيين في هذه المحاولة الفاشلة؟ سلطان، شكرا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات، شكرا جزيلا لك. الآن أرحب بضيفي من الخرطوم الدكتور الرشيد محمد إبراهيم أستاذ العلوم السياسية، كذلك ضيفي من العاصمة السودانية الخرطوم اللواء عبد الهادي عبد الباسط الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بكما دكتور رشيد. أسألك بداية، هل تتوفر تفاصيل إضافية عن محاولة الانقلاب الفاشلة؟ نعم، هنالك تفاصيل ولكنها تفاصيل تتباين وفق المصدر. حديث الشق العسكري عن المحاولة يختلف عما ورد على لسان رئيس الوزراء باعتباره يمثل المكون المدني. واضحة من خلال الوثيقة الدستورية بأن القضايا ذات الطبيعة الأمنية هي من صميم عمل المكون العسكري في الائتلاف الحاكم، ولذلك حديث البرهان في المدرعات كان أكثر انضباطا، كما أن حديث مستشاره أيضا العميد أبو هاجة أيضا ذهب في هذا السياق دون أن يفصل ودون أن يحدد هوية الانقلاب والذين يقفون وراه، بينما نجد في خطاب حمدوك تفاصيل أكثر حول أن العناصر النظام السابق هي التي تقود أو التي قادت المحاولة الفاشلة. وبتحليل بسيط لمضمون خطاب حمدوك نجد أنه أشار إلى نقاط تمثل جدلا في الساحة السياسية، أنه ربط بين المحاولة الانقلابية وبين ترتيبات ذات طبيعة أمنية وسياسية الأحداث التي جرت في شرق السودان.
هو تعامل معها باعتبارها أنها تمهيد لهذا الانقلاب الذي تم، رغم أن هنالك خلاف. قضية شرق السودان هي قضية قديمة لم تلد في عهد الإنقاذ ولا في عهد الفترة الانتقالية، لها جذورها ولها أسبابها الموضوعية، فهذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا في خطاب حمدوك هو تحدث عن إصلاح الأجهزة الأمنية والاستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وهذه من المفترض أن لا يكون فيها إشكال، لأن الوثيقة الدستورية حددت أن الإصلاح في القطاع العسكري والأمني هو من اختصاص المكون المدني، والإصلاحات ذات الطبيعة المدنية هي من اختصاص مجلس الوزراء، يعني إتمام هياكل السلطة. كان الأحرى بحمدوك أن يحدد ما الذي يمنع الحكومة الفترة الانتقالية من أن تعين رئيسا للقضاء ورئيسا للمحكمة الدستورية ورئيسا لنادي النيابة. هل المكون العسكري هو الذي يقف حجر عسرة أمام تكوين هياكل السلطة الانتقالية أم أنهم الفلول؟ هذا من ناحية. الانقلاب بشكله الذي تم، معظم الشارع السوداني لا يكترث. طيب كثيرا سأتي يعني إلى طبيعي جدا. سأتي دكتور، ربما يتساءل لما هذا الاكتراث. طيب هذه نقطة مهمة، لكن كنت أنا يعني أود أن أحدث عنها لاحقا فيما يتعلق برد فعل الشارع السوداني. لواء عبد الهادي عبد الباسط، بصفتك عسكري سابق، خبير أمني وكذلك استراتيجي، هل من السهل لسلاح المدرعات، ضباط من سلاح المدرعات، وحدات المظليين، وحدات قتالية أو وحدات من الجيش السوداني أن تتحرك هكذا وتسعى في محاولة فاشلة لإحداث انقلاب في السودان دون أن تكون تحت المجهر والمتابعة والرقابة من قبل الأجهزة الاستخباراتية التابعة للمؤسسة العسكرية؟ لم تكن هناك ممهدات ما يؤشر، خاصة هناك ربط بين هؤلاء وبين فلول النظام أو عناصر النظام البائد أو المخلوع؟ شكرا لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. ما ذكر حول المحاولة الانقلابية فيه تضارب كبير وأشياء غريبة، يعني البيان الذي خرج من رئيس مجلس الوزراء تحدث بتفاصيل عن المحاولة الانقلابية واتهم جهة معينة بأنها وراء هذا الانقلاب، في حين أن هذا النشاط هو نشاط عسكري وأمني كان يفترض أن يتم فيه بيان واضح جدا من القوات المسلحة أو من اللجنة الأمنية، إلى الآن لم يخرج بيان، خرج كلام مقتضب جدا من القوات المسلحة أن هنالك محاولة انقلابية أحبطت، عقب بكلام مقتضب جدا من الرئيس البرهان داخل سلاح المدرعات أنه لم يتم اتهام أي جهة إلى الآن في هذه المحاولة، ولذلك كل ما يردده رئيس مجلس الوزراء أنا أعتقد أنهم يريدون صرف الأنظار عن قضايا كثيرة، ويريدون الاستناد على هذا الحدث لتحقيق يعني مكاسب سياسية، خاصة وأن السودان الآن يعني في مأزق كبير جدا، والحكومة المدنية الآن محاصرة اقتصاديا، محاصرة سياسيا، محاصرة من الولايات الآن. نعم. الولايات السودان كلها تشتعل ضد هذه الحكومة. طيب أفهم من هذا القول لواء عبد الهادي، يعني افتعلوا الحدث افتعلوا، يعني أنت ترى من وجهة نظرك اللواء أن ما وقع اليوم هذا التضخيم وهذا الحديث والتصريحات وزيارات سلاح المدرعات ومؤتمر عبد الله حمدوك ما هو إلا مسرحية؟ ليس كذلك، ليس كذلك. قد يكون يعني صدر قبل يومين تصريح من صحفية سودانية قبل يومين من هذا الانقلاب أن هنالك تصريح من قيادة عسكرية أن هنالك حزب عقائدي مشارك في الحكومة يخطط لانقلاب عسكري،
والآن معظم الحديث يتحدث عن أن المحاولة أو هنالك محاولات من حزب البعث العربي لإحداث انقلاب، باعتبار أن الآن الحكومة في وضع سيء جدا، أمامها خياران، إما أن ينقلب عليها المكون العسكري ويأتي بحكومة محايدة، أو يحدث ثورة شعبية تطيح بها. ولذلك أنا أعتقد أن القوات المسلحة كانت لديها معلومات مسبقة، هنالك تحرك اخترقته القوات المسلحة تم قمعه بهدوء. ولذلك غريب جدا أن يتحرك سلاح المدرعات كما تم التصريح، وتتحرك منطقة وادي سيدنا ومنطقة أم درمان العسكرية، ولم يسمع أحدا في العاصمة السودانية أن هنالك طلقة واحدة قامت في هذا الانقلاب. كيف يتم انقلاب ويردع ويقمع ولم يسمع أحد صوت طلقة واحدة في هذا الانقلاب؟ ولذلك هنالك حدث غريب يحدث، هنالك يعني نحن ننتظر تفاصيل من القوات المسلحة. وأنا أعتقد يعني الآن الحكومة المدنية تريد يعني انجراف بهذا الحدث لتحقيق مكاسب سياسية بعد أن فقدت الشارع السوداني. طيب دكتور رشيد، استمعت لمقاله اللواء عبد الهادي، ربما من وجهة نظر البعض يبدو أن هناك أمرا غير واضح، رواية غير متماسكة. سأعطيك مثالا وأود أن أستمع منك إلى تعليق. عندما يذهب بحسب ما قرأنا عقيد إلى مقر البث ويطلب من الموظف في الإذاعة أن يقوم ببث أغاني ومرشات عسكريا، يرفض الموظف، فالعقيد ومن معه من مدنيين يغادرني هكذا ببساطة، وهؤلاء يفترض أنهم ذهبوا لإعلان انقلاب أو إعلان البيان رقم واحد. كيف يعني تقرأ هذه التفصيلة؟ نعم، لا شك أنه هو انقلاب فطير. يعني الحادث التي ذكرت في الإذاعة كأنه محاولة لسرقة محفظة من سيدة، يعني لا يمكن أن يعني يتصور الإنسان كيف لعقيد في الجيش. العقيد في الجيش هو قائد لكتيبة، والكتيبة يقود كتيبة، الكتيبة فيها عدد من الأفراد، يعني وأن يخرج من غرفة الاستخبارات الملحقة ببيت الإمام الراحل الصادق المهدي. حالة الإبهام هذه ظلت ملازمة للثورة السودانية حتى في انطلاقها. هل ما تم في السودان هو ثورة أم انقلاب؟ لا، ما زال الجدل محتدم يعني حول الذي تم في السودان، وكذلك كل الأفعال اللاحقة. يعني الحالة الانقسام والصراع بين المكون المدني والمكون العسكري، وحتى مبادرة حمدوك التي حاولت أن تشخص الأزمة، أزمة الانتقال السياسي، أيضا تحدثت عن شراكة هجين فيها شيء من القرابة. والشارع السوداني يعرف أن كل المكونين يتربص بالآخر. الآن هنالك مشاريع سباق سلطة لاستلام السلطة، من الذي سيفوز بهذا السباق؟ هذا هو المحتوى والمضمون الذي لم يذكر. والشارع السوداني الآن هنالك وعي، حالة الوعي هذه عبر عنها. يعني اعتدنا، أنا أقول أن هذا هو انقلاب متحكم فيه، مثل الهبوط الناعم المتحكم فيه. يعني اعتدنا أن يقفل شارع القيادة العامة في أيما تظاهرة لا تمثل خطورة على الفترة الانتقالية. اليوم مبنى القيادة العامة هو مفتوح للمارة، والقصر الجمهوري مفتوح، والتأمين يعني ليس بالمستوى الحدث، بينما التقارير والتصريحات تتحدث عن تفاعلات كبيرة تحصل في سلاح المدرعات وفي منطقة أم درمان العسكرية، والطائرات العسكرية الأنتينوف والهليكوبتر تحلق في سماء الخرطوم. حالة الإبهام هذه تتطلب مزيد من الإيضاحات من قبل المؤسسة العسكرية المعنية بالمقام الأول بحفظ سيادة والأمن القومي السوداني.
وأن يبنى التصرف هذا. قد نفهم يعني في السلوك اللاحق ما بعد المحاولة الانقلابية، قد نفهم كثير من التصرفات التي لا يمكن فهمها الآن. هل ستمضي الفترة الانتقالية في اتجاهات القبضة الأمنية والتدابير العسكرية وربما إعلان حالة الطوارئ، أم أن ستكون هنالك عودة للرشد والوعي بتطوير مفهوم الأمن؟ أن مفهوم الأمن ما عاد هو الآلة العسكرية ولا الانقلابات العسكرية، ولكن توفير قوت الناس والخبز والوقود، وأن السياسات طيب الحكومية في مجال دكتور رشيد، أيهما ترجح؟ أكبر معين وأكبر مسوق للانقلابين، أيهما ترجح؟ وخاصة في الساعات الأولى من الموضوع إحباط المحاولة الانقلابية كان هناك حديث عن حالة تذمر بين ربما أوساط الجيش نظرا للضائقة الاقتصادية، نظرا للانفلات والتفلتات الأمنية. لا، ليس الأمر يقتصر فقط على شرق السودان، بل هناك شكاوى متعددة من أن الأمن ليس تمت سيطرة على عمليات سلب ونهب، ويشعر ربما السودانيين ومن سكان العاصمة بالقلق، وليس وسع ربما الشرطة أن تسيطر على الوضع الأمني. نعم، إذا اعتمدنا على معيار الأسلحة التي شاركت يعني في العملية الانقلابية، وإذا اعتمدنا أيضا على ردة الفعل من الحاضنة السياسية، لأنه عضو مجلس السيادة محمد الفكيه وجه دعوة للمواطنين والشارع السوداني بأن يحتل الشوارع وأن يقاوم الانقلاب، ربما أراد أن يتشبه بأردوغان عندما يعني حاول الجيش الانقضاض على الحكومة التركية في 2016، ولكن ردة فعل الحاضنة السياسية لم تكن بالمستوى المطلوب. إذا اعتمدنا على كل هذه المعايير لا يمكننا أن نتحدث عن انقلاب، خاصة أن الانقلاب محتاج ل يعني تأييد داخلي وإقليمي وربما دولي. كل هذه العناصر مفقودة، كما أن الوضع في السودان لا يغري. أيضا لو سمحت لي أن أشير إلى التقرير الذي ورد قبل هذا اللقاء حتى نفهم السياق. القوات المسلحة كمؤسسة عسكرية لم تقم بأي انقلاب. انقلاب عبود هو عبارة عن تسليم وتسلم وانقلاب بين حزب الأمة والاتحاد الديمقراطي. الرئيس نميري أتى به الشيوعيون، الرئيس عمر البشير أتى به الجبهة الإسلامية. المؤسسة العسكرية لم تقم بأي انقلاب بمفردها. من المفارقات أن الأحزاب السياسية هي التي تخترق القوات المسلحة وهي التي تقوم بالانقلاب. هذه حقيقة يجب أن نفهمها. كان المأمول أن التغيير بعد الثورة أن تحدد العلاقات والمساحات بين المكون العسكري وبين الجيش والشرطة، ولكن هذه لم تحدث، وبالتالي هذا الانقلاب بهذا الشكل يعني هو تأكيد على أن ما زلنا في الدائرة الضيقة، كما أن حديث دكتور عبد الله حمدوك أيضا بتضخيم أو بتضخيم دور النظام البائد بهذا أيضا يخلق إشكالية. هل النظام البائد هو بهذه القوة أن يحرك طيب الشرق هذا سؤال جيد. وأن يغلغل الأمن في العاصمة طيب. الخرطوم طيب. ثم يأتي الانقلاب فطيرا. طب لواء، سأسألك هذا السؤال برأيك لواء عبد الهادي، ماذا وجود تأثير الدولة العميقة في المؤسسة العسكرية وكذلك في الشرطة، وأين هو دور لجنة إزالة تمكين النظام السابق؟ شكرا جزيلا لك مرة أخرى. النظام البائد الذي يتحدثون عنه أخرج بيانا واضحا قبل فترة بعد أن عقد اجتماع مجلس شوراه، وأكد على أنه ليس لديه أي رغبة في إحداث تغيير سواء بالانقلاب أو بشغل مسلح يعني. ولذلك الحديث عن النظام البائد هذه أسطوانة يعني ما عادت تنطلي على الشعب السوداني. إذا تم الحديث حول المؤتمر الوطني، هو حزب يعني كبير جدا، مهما تحدثوا عن إنهم أقصوه أو اجتسوه، هو حزب متغلغل جدا في الشعب السوداني،
ومتغلغل في الولايات، ولذلك هم الآن يعني يزعون بكل ما أوتيوا من قوة إنهم يعني يزيلوا هذه القوة ولم يتمكنوا، ولذلك الآن هم يعني مصابين بهلع كبير جدا، خاصة أن الشارع السوداني الآن يعني عدد كبير منه أصبح يقارن بين الوضع الاقتصادي أيام حكم الإنغاذ وبين الوضع الأمني. ودعني أعلق لك على الانفلات الأمني الحادث الآن ليس في الولايات بل في قلب العاصمة. الآن الخطف والسلب والنهب المسلح في قلب العاصمة الخرطوم، وهذا الانفلات الأمني تم نتيجة لأن الحكومة المدنية الآن بتفكك في الأجهزة الأمنية، أضعفت الشرطة، أضعفت جهاز الأمن. الآن حمدوك في بيانه الذي أخرجه الآن حول المحاولة الانقلابية لم يتحدث سطرا واحدا ليشيد بالقوات المسلحة التي قال أنها قمعت هذه المحاولة. يعني كيف تتحدث عن محاولة قمعتها القوات المسلحة ولا توجه لها صوت؟ شكر يعني. ولذلك هم كل خطتهم الآن تفكيك القوات الأمنية والقوات العسكرية، وحتى حمدوك في بيانه يتحدث عن إعادة هيكلة القوات المسلحة، وهو يكذب على الشعب السوداني، لأن الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بموجبه نفذت تمت هذه الشراكة لا يتيح لحمدوك إحداث أي تغيير في القوات المسلحة، لأنه وقع على اتفاق هذا من صميم اختصاص المكون العسكري في مجلس السيادة وليس مجلس السيادة كاملا. ولذلك هو يكذب على الشعب السوداني حينما يتحدث عن إنه يريد هيكلة القوات المسلحة ويريد بناء جيش قومي، هذا ليس اختصاصه، بل حتى في الاتفاق السياسي لم يتيح له تعيين وزير الدفاع ولا وزير الداخلية، ولذلك هو يكذب على الشعب السوداني بأنه يريد إحداث تغيير في القوات المسلحة والاتفاق السياسي لم يتح له ذلك ووقع على ذلك، ولذلك هو لا يستطيع مصارحة الشعب السوداني في هذا المجال ويتخفى حول البيانات. الوضع الآن في السودان وضع كارثي جدا، وضع اقتصادي أصبح لا يحتمل. أنا قد أفاجئك إذا قلت لك أن عدد كبير جدا من الشعب السوداني أحبط حينما سمع بأن هذه المحاولة أفشلت، لأنه الآن الشعب يتشبث بأي تغيير ينقذه من هذه الحكومة الفاشلة. لكن المتابع لواء عبد الهادي، المتابع لمجريات هذا اليوم يعني لمس أو ربما وصل إلى قناعة كان أريد أن يتحدث أو يشير إليها الدكتور رشيد، أن الشعب السوداني يبدو أنه لا مبال، بدا غير مكترث وربما غير مصدق بأن محاولة انقلابية جرت في البلاد وقد أحبطها الجيش. الشعب لم يكترث، لأن البيان الذي صدر من المكون المدني. المكون المدني الآن ما دعني أوضح ما أريد. المكون المدني طلب من الشعب السوداني أن يخرج لحماية ثورته، لم يخرج أحد من لا في المركز لا في الولايات، وهذا يؤكد أن هذا المكون المدني فقد شعبيته تماما، لأنه أدخل البلاد في عدد من الكوارث والإخفاقات. طيب دكتور رشيد، التعليق برأيك أن الشارع بدأ في حالة سكون، لم يتفاعل مع ما وقع اليوم، وانشغال ربما كافة وسائل الإعلام بموضوع إحباط المحاولات أو محاولة الانقلاب في السودان. نعم، الشعب السوداني أحبط لمجموعة من الأسباب الموضوعية. أن الأحزاب قوى الحرية والتغيير رفعت سقف الطموحات وآمال الطموحات في اعتصام القيادة العامة، وعندما تم التغيير ولكن السياسات
عندما اصطدم بالواقع تراجعت عن كل السياسات. أضرب مثال ببعض المجالات، يعني في مجال الخدمات التعليمية تحدثوا عن مجانية التعليم وعن الوجبة المدرسية. الآن التعليم في السودان للطبقة الرأسمالية التي تمتلك نقودا، يعني الآن الحجم الفاقد التربوي كبير. حتى الآن قوى الحرية والتغيير لم تستطيع تعيين وزير للتربية، الآن لا يوجد وزير للتربية في السودان والعام الدراسي بدأ. نعم. هنالك مشاكل تواجه الناس في قطاعات الوقود، الصحة، هنالك انعدام للأدوية، قطاعات التعليم الجامعي. هذه قضايا ليست يعني للمكون العسكري علاقة بها، يعني الموازنة تعدها الحكومة وتقدمها ويجيزها المجلس السيادي. كثير من القضايا ومشروعات القوانين التي يريدها، يعني الأولويات بالنسبة للشارع السوداني مختلفة مع أولويات رئيس مجلس الوزراء. الشارع السوداني يتحدث عن الخبز والوقود، ورئيس الوزراء يتحدث عن النوع وعن الختان وعن قضايا، يعني هذه واضحة لا تحتاج ربما إلى كثير بيان. أشكرك. يعني من التحليل والمباعدة هذه برضو. نعم. يعني أيضا المحاكمات، يعني المحاولات الفاتت لم يسبق فيها إدانة أو محاكمة. وهذا ما يفسر ربما ردة فعل الشارع السوداني على ما وقع اليوم من محاولة انقلاب فاشلة. من الخرطوم الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك. وأشكر كذلك اللواء عبد الهادي عبد الباسط، الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا جزيلا لكما.